مشاهدين اعزائي مشاهدي قناه صحتي، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم صحتنا حياتنا. زي ما انتم دايما متعودين معانا في برنامجكم صحتنا حياتنا بنهتم بكل ما هو يدور في حياتنا اليوميه واللي بيؤثر بشكل كبير جدا على صحتنا. حلقتنا النهارده هنتكلم عن الحياه الزوجيه بين في الاسره وتاثيرها على الاطفال ازاي. في للاسف ناس بتتجوز بيحصل عنف بين الزوجين، سواء استخدام الالفاظ او استخدام العنف البدني او العنف اللفظي، وده بيؤثر بشكل كبير جدا على اطفالنا. واحنا طبعا عارفين ان اطفالنا دي ثروتنا اللي في الحياه. النهارده هنتكلم عن الحياه، طرق التعامل عموما في الحياه الزوجيه ازاي، وهنتكلم عن التاثير الكبير اللي بيحصل عند الاطفال. تفاصيل اكتر عن حلقتنا النهارده معنا ومعكم في الاستوديو دكتور محمد الهنداوي، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. نورنا دكتور في قناه صحتي. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه دكتور كنا عايزين نتكلم عن طرق التعامل في الحياه الزوجيه بين الرجل وزوجته. احنا بينعكس ده على اطفالنا سواء بالسلبي او الايجابي. كنا عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر يا دكتور عن الموضوع ده. تمام. بص يا فندم، الاطفال عاده ما بيكونوا هم المرايه اللي بتعكس الحاله بتاعه البيت. بمعنى اخر، لو البيت هادي، لو البيت مستقر، لو البيت فيه حاله من الاتزان، بنلاقي الاطفال هم كمان في تعاملاتهم فيهم نفس الصفات دهيت خصوصا مع بعض. لكن لو البيت فيه حاله من التوتر، حاله من الشده، حاله من العنف، حاله من زي ما كله بهايبره كده، بنلاقي الاطفال هم كمان بيعرضوا ده. الاطفال بتتاثر جدا بالجو ده هوت، وبتاثر فيه بالتبعيه ازاي. الطفل بيتأثر بالجو السلبي تحديدا بصورتين. أول صورة إن هو بيفقد إحساسه بالأمان، ودي حاجة مهمة جدا جدا عند الأطفال في نموهم. ده بيخليه دايما ميال إلى إن هو يكتسب الإحساس بالأمان ده هو من خلال سلوكيات معينة. السلوكيات ديت ممكن تبقى سلوكيات سلبية جدا، وممكن تبقى سلوكيات إيجابية جدا. إيجابية زي إيه؟ إن هو يبقى ودود زيادة عن اللزوم، أو إن هو يبقى بيسمع كلام اللي حواليه بشكل مبالغ فيه، بالذات الاصحاب. هو هنا حابب ان هو يكون مقبول في وسطهم، لان هو عايز بوجوده في وسطهم يشعر بشيء من الامان اللي هو ممكن ما يكونش حاسه في البيت. الصفات السلبيه او السلوكيات السلبيه ان هو ممكن يكون شقي زياده عن اللزوم، ممكن يكون عنيف زياده عن اللزوم. هنا بيحاول يثبت للعالم قدرته وقوته وان هو قادر على حمايه نفسه. مش بس كده، ده هو ممكن يكون مؤثر في اللي حواليه بصوره، الصورة اللي يفهمها الطفل أو لو في سن أكبر شوية المراهق. هنا بيبقى وارد معاه بقى ارتكاب بعض الأفعال اللي ممكن تبقى خطر شوية، ممارسة سلوكيات فيها مخاطرة. ممكن جدا يكون عنيف على أطفال تانيين، أو عنيف على أفراد أسرة تانيين، أو ممكن يكون عنيف على الكبار. الجو الإيجابي بقى العكس تماما. لما بيكون في جو ايجابي في البيت بنبتدي نلاقي ان الاطفال ايجابيين جدا، الاطفال مبتكرين جدا، بيوجهوا الطاقه بتاعتهم لان هم يعملوا يلعبوا. واللعب هنا بيكون في صوره خلق، بيكون في صوره ابداع، بيكون في صوره توظيف للي بيشوفوه طول اليوم في في في, في صوره اللعب وفي صوره السلوكيات. من الحاجات المميزه جدا للبيت اللي فيه شكل ايجابي ان دايما بنلاقي الطفل او اكتر عايزين يكونوا شبه الكبار. يعني تسالي الطفل حابب تبقى ايه لما تسال الطفل حابب تبقى ايه لما تكبر، هيقول لك عايز ابقى زي بابا، او لو طفل عايز ابقى زي ماما، لان هو شايف نموذج حلو وشايف نموذج في التعامل حلو جدا حابب يكون زيه. وهنا بيكون الارتباط ما بينه وما بين الاباء او الابناء او الامهات بيكون قوي شويه. طب دكتور، هل يختلف التاثير على الطفل من سن الى اخر ولا لا؟ في المرحله بدري شويه، الاطفال لحد سن 5 6 سنين او 7 سنين، بيبقى تاثرهم بالاحساس بالامان من عدمه اكبر بكتير من اي حاجه تانية. وهنا ممكن يظهر عليهم بعض اعراض القلق لو هم مش حاسين بشكل الامان المناسب. اعراض القلق عند الاطفال بتبقى في زي ما قلت كده، في ممكن يكون عنف زايد شويه، ممكن يكون اكل في الضوافر، ممكن يكون تاخر في حاله الحمام وهو نايم، ممكن يكون في صوره ان هو بيكسر اللعب، ممكن يكون في صوره ان هو بيمارس العنف على طفل اخر او اطفال تانيين، شقي في المدرسه او بيخواف جدا في المدرسه.
ما بيلعبش في المدرسة، ده في السن الصغير. في السن الأكبر شوية بيبتدي هنا بيبقى الفعل، بيبقى في رد فعل أكبر شوية، الطفل بتبقى طاقته أعلى، وبالتبعية هنا ممكن يبتدي يمارس السلوك اللي فيه عنف شوية زيادة عن الطفل الصغير، أو يمارس السلوك اللي فيه يعني انعزال كامل عن بقية الأطفال بشكل مبالغ فيه شوية. طيب يا دكتور، زي ما انت قلت لنا ان طرق التعامل بين في الاسره بين الرجل وزوجته ده بيؤثر بشكل كبير على شخصيه الطفل. طيب كنا عايزين نتكلم على الناس اللي عندهم مشاكل اسريه، ازاي يقدروا يحلوا المشاكل دي علشان الاطفال ما يتاثرش بيها؟ تمام. إدارة الخلافات عادة المفروض إنها تكون بعيدة تماما عن الأطفال، يعني وارد جدا يبقى في خلاف، ووارد إن الخلاف ده يكبر، وارد إن الخلاف ده يستمر أكتر من يوم، ويبقى في جلسات كلام وما هذا، يعني ما أكثر الخلافات بين الكبار. يفترض إنها تكون بعيدة تماما عن الأطفال، بنقي وقت الأطفال فيه مش موجودين، أو بنقي مكان بعيد عن الأطفال علشان نتناقش فيه بالشكل اللي إحنا عايزين نتناقش فيه. في نقطة مهمة جدا بالنسبة للخلافات تحديدا، من ضمن الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها كتير إن أطراف الخلاف دايما بتبقى بتدور على إن حد فيهم ينتصر على الآخر. هو واقع الأمر هنا مفيش منتصر ومفيش خسران، هو هنا الكل خسران. احنا دايما اللي يكون الهدف بتاعنا من الخلاف إن احنا نوصل لنتيجة، مش إن احنا نفرض وجهة نظرنا. لما بنبتدي نفكر بالطريقة دهيت ونبتدي ندير الخلاف بهدف ان احنا نوصل لنتيجة، بنلاقي الاتيتود او الطريقة في التعامل في الخلاف بتختلف. ازاي؟ انا بختلف بشكل ايجابي، انا بحاول ادور على حل مش بحاول افرض رأيي. هنا التعامل، اللغة، تون الصوت، حتى لغة الجسد نفسها بتختلف. الاطفال بقى بتاخد بالها من ده، او ممكن الاطفال ما تشوفش القعدة اللي فيها الخلاف، لكن ممكن تشوف نواتج هذا الخلاف مع على الأب والأم. ما بيكلموش بعض، بيبقى في تجاهم كده في الكلام، اللغة اللي بينهم ممكن تكون متغيرة، الألفاظ اللي بيستخدموها ممكن تكون متغيرة، حتى طريقة الظهور، طريقة التعامل، طريقة الالتحام الجسدي، اللمس ما بينهم تكون مختلفة تماما. الأطفال بتاخد بالها من ده، بتاخد بالها منه كويس جدا. دي من الحاجات اللي مهم جدا الأهل تاخد بالها منها. أيا ما كان الخلاف بيننا، لازم نبقى فاهمين إن أطفالنا أذكى وأوعى مما إحنا متصورين بكتير، وبياخدوا بالهم من الحاجات الصغيرة قبل الحاجات الكبيرة، لدرجة إن لو مفيش كلام خالص لكن في شكل من أشكال التوتر ما بين الطرفين، الأطفال بتحس ده. وبنلاقي عند بعض الناس الأطفال بتاعتهم تبتدي تتوتر، تبتدي تعيط، تبتدي تبقى في عندها مشكلة في النوم أو اضطرابات في الشهية، رغم إن هم ما بيشوفوش أي خلافات ما بين الأزواج، لكن هم بيشوفوا حالة التعامل اللي بينهم اللي هي مش حلوة. هنا مهم جدا جدا ان ندير الخلاف بشكل ايجابي، احنا عايزين نوصل من الخلاف ده لنتيجة، مش ان احنا نثبت وجهة نظر. وبره الكلام في هذا الخلاف، احنا مهم جدا ان احنا نفضل نتعامل زي ما المفروض ان احنا نتعامل، بحيث ان احنا نهيئ جو كامل للاطفال. الاطفال ما تحسش ان في مشكلة حاصلة، في خلاف امر عادي جدا، في مشكلة امر مش عادي. طب يا دكتور، كان ممكن يتخطى الامر التعامل بين الراجل ومراته للشباك بالأيدي مثلا؟ طب كنا عايزين ده نعرف مدى تأثيره عند الأطفال بتكون عامل ازاي؟ طبعا هينعكس على الأطفال بشكل كبير جدا. أولا أنا هنا صدرت للطفل حاجتين مع بعض. أول حاجة أنا صدرت له إن الأطراف اللي المفروض إن هي تكون بتوفر ليك الأمان والجو الجميل اللي تعيش فيه، هم نفسهم مش بيوفروا لبعض الأمان. أنا كده أفقدت الثقة تماما في فكرة إن شخص ممكن يكون بيديني الدعم وبيديني الأمان، حتى لو كان الشخص ده أبويا أو أمي. هنا أنا كسرت عنده إحساسه بالأمان بالكامل. بمجرد ما الطفل اتكسر عنده الإحساس بالأمان، بيبتدي يدور عليه في حتة تانية او بشكل تاني. الشكل التاني ده ممكن يكون ان هو يسرق، ممكن يكون يكسر، ممكن يكون يصاحب ناس تانية، ممكن يبتدي يلجأ الى ان هو يصاحب ناس ليهم نفس السلوك العنيف اللي هو شايفه عنده في البيت. ما هو خلاص، هو ده طريقة تعامل الكبار. الحاجة التانية ان انا اديته مجموعة من الحلول الغلط. يعني انا كده وريته ان والدك ووالدتك لما بقى بينهم مشكلة اتحلت بالعنف، اذا حل المشاكل هو العنف، اذا واجهتك اي مشكله كن عنيف، هو ده الحل. انا كده وجهته توجيه غير مباشر لشيء خطر جدا.
هنا ممكن يعني بنتكلم بقى في ان ده ممكن الطفل ده يبقى مشروع مشكلة لما يكبر. هنا ده اللي ممكن يلجأ الى ان هو يحمل سلاح، او ممكن يلجأ الى ان هو يكون عنيف، ممكن يلجأ الى ان هو يمارس سلوك عدواني، مش هقول بلطجة بس عدواني على اللي في سنه او اللي اكبر شوية في المنطقة اللي هو فيها. هيلجأ لانه هو يتصاحب على من يماثلوه في السلوك او اللي يعززه عنده الاحساس ده. هو هنا كده بدأنا تكوين عصابة بقى. وطبعا الافراد دول هم الاكثر عرضة وبشكل كبير جدا لتعاطي المخدرات بعد كده. انا في نهايه الحلقه دكتور بشكرك يا دكتور، انا في نهايه الحلقه بشكر دكتور محمد الهنداوي اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، كنت منورنا يا دكتور في قناه صحه. شكرا. مشاهدينا وبكده تكون انتهت حلقتنا من برنامجكم صحتنا حياتنا، الى ان نلتقي بكم في الاسبوع القادم.